لو سمحت يا دكتور، انا على طول عندي تعب جامد في عظمي كله، تمام. وكنت محلله من شهر 10 اللي فات، طلع 6 فيتامين د 6، وكنت باخد كودو 3. لا استاذه رشا، احنا مش عايزين نقول، معلش حقك عليا، احنا مش عايزين يعني، بيبقى في ادويه معروفه بس احنا مش عايزين ماشي. نقولها علشان ماشي محدش ياخدها من نفسه. اي ماشي. وبتجيلي على طول كده زي كرشة نفس كده، هل دي من فيتامين د ولا من ايه؟ تمام، حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ كنت عايزه اشوف اي حاجه يعني تفيدني. حاضر دكتور، عندك اي سؤال ليها؟ لا لا تمام، شكرا لاتصالك يا استاذه رشا، شكرا، ميرسي لحضرتك، والف سلام عليكي. تمام دكتور هاني. بصي حضرتك، لو ما احنا نعمل فيتامين د ويطلع الرقم 6، ده طبعا ده رقم ناقص جدا جدا. ده معناته ان الاكل بتاعنا تقريبا مش محتوي لفيتامين د خالص، بناخد حاجات اللي هي بتنقصه بشكل مكثف جدا، الستايل اوف لايف بتاعنا برضو احنا مش بنتعرض للشمس بشكل كفايه وهكذا. لما جت لها فتره الحمل فتره ريسك، يعني فتره خطوره، فاللي ما عندوش اصلا فيتامين د بشكل طيب هيحتاج اكيد دعم اثناء فتره الحمل. هي كانت بتسال برضو على وجع في الصدر، ده طبعا وجع بالعظام زي ما كنا لسه بنتكلم من شويه، على ان القفص الصدري هو كل عضو، فاحنا لو في مشاكل في الفيتامين د من مجموعه العظام اللي هنشتكي فيها، يبقى في اوجاع في العظام عموما، لكن برضو القفص الصدري ما بيبقاش بره الموضوع، بنحس بيه. لو هي بقى كمان عندها حساسيه صدريه، في دور مهم جدا للفيتامين د في الحساسيه الصدريه، تمام.